بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ما بعد. إذا في هذا الفيديو غادي نحاول ندير واحد التصحيح من الامتحان الجوي الموحد لإني شهادة البكالوريا الدورة العادية 19، يعني الامتحان ديال سيزيام، الامتحان الجوي ديال سيزيام. هنايا التمرين الأول اللي عندنا، نأخذ إلين ديال 5 كتساوي 1.6، يعني الدالة النيبيرية ديال عدد 5 كتساوي 1.6، و العدد إلين ديال 13 كتساوي 2.6، يعني العدد نيبيري ديال عدد 13 كتساوي 2.6. أولا أحسب الإلين ديال 13 ضارب 5، وب الإلين ديال 10 و 13 أس 10، و سي كتساوي الإلين ديال 13 على 5، ثم عندنا دي كتساوي الإلين ديال إكسبونونسيال 5 ناقص الإلين ديال إكسبونونسيال 4. غادي نديرو غير واحد التذكير بسيط، لأن غادي نحاولو نستعملو الخاصية ديال الدالة نيبيريا، يعني اللوغاريتم نيبيري. إذا في هاد الحالة شنو غيعطينا؟ تالا عندنا إلين ديال إكس ضارب إيكغيك، فهو كيساوي لإلين ديال إكس زائد لإلين ديال إيكغيك، ثم عندنا الإلين ديال إكس على إيكغيك يساوي الإلين ديال إكس ناقص الإلين ديال إيكغيك. ثم عندنا الإلين ديال إكس أس إن كتساوي إن إلين ديال إكس، ثم عندنا إلين ديال إكس بونونسيال إكس كتساوي إكس. إذا هادو هما الخاصيات اللي غادي نستعملو. دابا إلا خدينا أ كتساوي إلين ديال 13 ضارب 5، هنايا إكس هو 13 و إيكغيك هو 15، إذا غنستعملو هاد العلاقة تعطينا إلين ديال 13 زائد الإلين ديال 5. وهنا هادو عطاوهم لينا، الإلين ديال 13 فهو 2.6 زائد الإلين ديال 5 اللي هو 1.6، كنحسبو 2.6 زائد 1.5 هي 4.2، إذن 2.6 زائد 1.6 عطينا 12، إذن 4.2. ثم بي تساوي الإلين ديال 13 أس 10، هادي هي هادي إلين ديال إكس أس إن، إن في الحالة هو 10 و إكس هو 13، إذن غادي تساوي 10 إلين ديال 13 نضارب، إذن 10 نضارب الإلين ديال 13 كتساوي 2.6، و 10 ضارب 2.6 هي 26. ثم العملية الأخرى سي الإلين ديال 13 على 5، هادي شنو غتساوي عندنا؟ طبقو هاد العلاقة إكس على إيكغيك، إلين ديال إكس على إيكغيك كتساوي إلين ديال إكس موان إلين ديال إيكغيك. إذا عطينا الإلين ديال 13 ناقص الإلين ديال 5، الإلين ديال 13 فهي معطية لينا هي 2.6، الإلين ديال 5 ناقص 1.6، 2.6 ناقص 1.6 هي 1. ثم بقات عندنا العملية دي، إلين ديال إكسبونونسيال 5 ناقص الإلين ديال إكسبونونسيال 4، وهذه هي هذه إلين ديال إكسبونونسيال إكس. إذا شنو غتساوي عندنا؟ إلين ديال إكسبونونسيال أس 5 ولا 5 كتساوي 5 ناقص إلين ديال إكسبونونسيال 4 كتساوي 4، 5 ناقص 4 كتساوي 1. إذا هذا هو السؤال الأول، عليه جوج ديال النقط، بسيطة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.